نروح لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريش، عشان في حالات كتيره في مباراه اليوم، مباراه الاهلي، المباراه اللي قدر النهارده الداخليه يتعادل فيها مع النادي الاهلي 1-1. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. صباح الفل عليك. المباراه النهارده مليئه بالحالات، مظبوط؟ مظبوط ولا انا ما خدتش بالي؟ لا لا، حالات ومعظمها ايجابيه او كلها ايجابيه، فنتكلم في الحاجه النهارده حاجه كويسه يعني. طيب يلا نبدا الحالات يا جماعه على طول مع الكابتن جهاد، حاله حاله، وعبال ما الحالات تطلع يا كابتن جهاد تقييمك، او الحالات جت وبعد كده اسالك على تقييمك عن طاقم التحكيم في النهايه. تمام. دي اول حاله معانا يا كابتن جهاد. ده انذار للاعب الداخليه. بيجي الحكم في 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 بدايه المباراه كريم، يعني هديه بتجيله، يا اما ينجح في المباراه يا اما الهديه دي بتروح منه. الهديه لما بتجي لك في اول المباراه ان في تهور واضح زي من المنظر ده للاعب الداخليه وما تديش الانذار، ممكن الماتش يروح منك. وبالتالي لما تجي لك الهديه ديت في الدقيقه الاولى، في الدقيقه الثانيه، في الدقيقه العاشره، ايا كانت بقى مش ما تحسبلهاش. فبالتالي لما بتجي لك الهديه ديت خدها، دي مفتاح نجاح المباراه مع اي حكم. وبالتالي معروف لما اتخذ القرار بانذار اللاعب الداخليه ده كان مفتاح اساسي لنجاح المباراه بتاع النهارده، وقرار صحيح في تهور واضح من اللاعب الداخليه في الدخول على لاعب النادي الاهلي، وانذار صحيح. عظيم جدا. ناخد اللقطه اللي بعدها على طول يا جماعه. دي كره ايضا انذار للاعب النادي الاهلي، دخول واضح والتهور واضح وانذار صحيح. الانذار صحيح، نفس المعيار، نفس المعيار، دخول لاعب النادي الاهلي بتهور. ومعروف برضه النهارده عاجبني جدا هدوء النهارده، وموجود في كل في المكان كويس المناسب، وقرار صحيح بانذار لاعب النادي الاهلي، ونفس المعيار واحد. هي واضحه كمان في الاعاده كابتن جاي. التهور واضح من لاعب النادي الاهلي، ونفس المعيار واحد، والتدخل صحيح من حكم المباراه، والانذار صحيح. طيب نشوف الحاله اللي بعد كده. دي برضو انذار للاعب الاهلي. تمام، برضو بنكمل، ده اقصى درجات التهور. يعني انا شفت اللعبه دي اول ما شفتها قلت ممكن توصل للكارت الاحمر، لكن لما شفنا التفاصيل بتاع اللعبه، لان انا اقصى درجات التهور، قرار صحيح من حكم المباراه ومراجعه صحيحه من حكم الفار ان ما قالش ان فيها كارت احمر، وبالتالي دي اقصى درجات التهور. يعني انت شايف الكره دي يا كابتن جهاد، شايف الكره دي ما فيهاش كارت احمر؟ لا، مفيش فيها كارت احمر، دي اقصى درجات التهور. بص، الدخول بالمنظر ده، ولما هتيجي بقى الدخول ايه بجنب الرجل، الرجل في الرجل الجانبيه، مفيش ستاد دخل، مفيش حاجه خطره في دخول اللاعب، وبالتالي الرجل جنب الرجل، الرجل الجانبيه مع الرجل، الدخول تهور بس لا فرق الكارت الاحمر. طبعا لو لاعب الداخليه كان حرك بس رجله سنه على الشمال كان شال الطرد على طول. بالظبط، كان هيبقى الشكل تاني خالص. صح، بس المنظر ده هو اقصى درجات تهور وكارت اصفر صحيح. طب ناخد الكره اللي بعدها على طول. برضه دي انذار للتهور للاعب الداخليه. نفس الكلام، ما هو بص، المعيار النهارده معروف بالظبط، المعيار مظبوط في الاتجاهين الاثنين، يعني في الاتجاه الداخليه بيحسب، في الاتجاه الاهلي بيحسب، وده يعني معيار واحد، ونفس التهور بيحصل يعني، ونفس الانذار، وبالتالي في قناعه من اللعيبه كمان. يعني مثلا اللقطه دي قلت لازم معروف يستنى في لاعب يقف، يعني اي حكم بنتكلم معروف حكم كبير ما ينفعش يدي انذار للاعيب وهو على الارض. لازم اللاعب يقف في الاول وبعد كده ندي الانذار، نشر الانذار، ده يعني معروف في التحكيم يعني. عظيم. اللي جايه بقى اللي هي الحكايه الكبيره النهارده. بالظبط، دي الحكايه الكبيره، فاول ولا ضربه جزاء؟ بص، اولا كريم، هو بس هنرجع بس خطوه بس قبل ما يحسب ركله الجزاء. هنرجع خطوه ولا حاجه، بس فريم لورا. هقول لك، اولا هو واقف عمودي على اللعب. طب هاتوا يا جماعه اللقطه من الاول. يعني هو شايف الخطا، بس مش عارف بره ولا جوه. الصفاره لما طلعت من معروف، معروف مش عارف الكره فاول ولا ركله جزاء. يعني هو في الوقت اللي صفر فيه، هو اولا كان عمودي على اللعبه، وقرب معروف يعني معروف راجل حكم طويل، بطوله ده كل ما تقرب كل ما تشوفش كويس، انت لازم تفتح الشمال وتاخد المسافه المناسبه لطولك عشان تشوف التفاصيل كويس. حكم المساعد الثاني كان لازم يبقى له دور، يقول له الكره جوه ولا بره. الميزه ان معانا فار. ما هو بس معلش، هقول لك حاجه كابتن جهاد، لو تسمح لي يعني، انا ما اظنش انه حكم ساحه او حكم مساعد هيشوف اللقطه دي بسهوله
ويقدر ياخد قرار فيها بسهوله. انا عايز اقول لك حاجه، انا وانا قاعد بتفرج الكره دي اتعادت كذا مره عشان اقدر انا ادي عليها حكم. يعني صعبه جدا، كره صعبه جدا. بص يا كريم، كرة صعبه جدا، بس انت لو خدت فتحت زاويه رؤيه شمال ومعروف طويل فلازم ياخد مسافه برضه عشان طوله، كان ممكن يجيبها. هي صعبه بس ممكن تيجي، ممكن يعني ممكن عامل بشري يجيبها، بس في الاخر هو الراجل هو لما طفر على فكره معروف مش متاكد بره ولا جوه، يعني الوقفه بتاعه معروف واشارته حتى بايده، هو مش متاكد بره ولا جوه، وبالتالي كان منتظر قرار الفار، لان فعلا لعبه صعبه مش مختلف معاك. صحيح صحيح. طيب اللعبه دي في حاجتين اتنين يا كريم. اولا في قرار مكاني اللي هو دلوقتي ما اداش انذار، يعني هو معروف ما قالش انها فرصه محققه، وفرصه محققه هيبقى رجل الجزاء وانذار. صحيح تمام، هو ما اداش انذار، فبالتالي هو ما عندوش قناعه بالفرصه المحققه، او ما خدش في الاعتبار ان في فرصه محققه، وبالتالي ما اداش انذار. صحيح. فانا عندي في اللعبه دي حاجتين اتنين، قرار مكاني كره بره ولا جوه، لو قرار مكاني بس بتاخد القرار من حكم الفار، بتعمل الاشاره بتدي القرار بدون الحاجه ان انت تخرج بره للاون فيلد ريفيو، ان انت تتفرج على الشاشه بره. طب اللي لعبه فيها حاجه ثانيه، ان في قرار فني اللي فيه فرصه محققه لتسجيل هدف، وبالتالي انا كحكم فار لما اقول له اللعبه دي بره خلاص عرفت القرار مكاني، لكن القرار الفني لازم حكم الفار يطلب منه تعالى شوف الفرصه المحققه كل عناصرها موجوده عشان تدي الكارت الاحمر. فده كان اجراء مش مظبوط تم اتخاذه في المباراه، والقرار طلع في الاخر صح، لكن الاجراء اللي تم اتخاذه ما كانش مظبوط. فكان لازم معروف يطلع بره يشوف اللقطه ديت في الشاشه بره، ويتاكد من كل عناصر فرصه محققه، وهي موجوده فعلا فرصه محققه، يعني الكارت الاحمر مظبوط، بس لازم الاجراء ان هو يخرج يشوفها بره في الشاشه. اي قرار فني يا كريم لازم اطلع اشوفه في الشاشه. مفهوم مفهوم يا كابتن. لكن القرار المكاني بره ولا جوه دي مش محتاج اشوفه في الشاشه، ده قرار فاكس، دي حقيقه. صحيح. وبالتالي مفيش مشكله خالص منها. صحيح. بس في الاخر مجمل القرار قرار صحيح. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.